مؤمن زكريا، مؤمن زكريا بالنسبه لي وبالنسبه لكل جمهور النادي الاهلي هو ملهم. ملهم. اللي اتعامل مع مؤمن في نهائي كاس الاتحاد لو فاكرين، لو فاكرينه، واحتفاله واحتفال ليفربول بمؤمن في غرفه الملابس بعد التتويج بالبطوله على حساب نادي تشيلسي كانت حاجه جميله جدا جدا. مؤمن بالنسبه لجمهور الاهلي وبالنسبه لكل الجمهور المصري الحقيقه، مش جمهور الاهلي بس. مؤمن شخصيه تحبها كلاعب قبل ما يتعب وبعد ما تعب. مصر كلها بتدعي المؤمن، مصر كلها نفسها ان مؤمن او نفسنا نشوف مؤمن ولو لدقيقه واحده في الملاعب تاني بيلعب. مش مصر كلها، العالم كله. عندما لما بتيجي سيره مؤمن زكريا في اي وقت مع اي حد في اي مكان في العالم، انا عارف انا بقول لحضراتكم ايه. انتشرت صوره المؤمن، ليه انا بقول الكلام ده؟ لانه انتشرت صوره المؤمن زكريا في مراحل الناشئين لما كان نازل مباراه الاهلي وريال مدريد اللي كانت سنه كام بقى؟ 2001. شوفوا متربي في الاهلي من امتى بالمناسبه؟ ماشي، من 2001 بصحبه النجم الكبير الفرنسي كلود ماكليلي. اللي قدي هيعرفوا مين ماكليلي ده. ماكليلي ده اللي كان موقف ريال مدريد، اللي كان بيكسب ريال مدريد كل حاجه. فماكليلي ده نجم ريال مدريد وتشيلسي ومنتخب فرنسا السابق. صوره الحقيقه منتشره بشكل كبير جدا من امبارح والنهارده. حبينا نعمل حاجه مفاجاه كده بسيطه لمؤمن ولجمهور الاهلي. قبل بس ما اقول المفاجاه، عايز اقول لحضراتكم ايه اللي حصل. اللي حصل ان اتفقت مع عمر البنوبي زميلنا في الاعداد، واتكلمنا عن ان احنا عايزين نعمل مفاجاه لطيفه لمؤمن. قال لي طب سيبني بس يا كابتن انا هتصرف. عمر اتكلم مع مارينا جرانوفسكايا وهي مديره نادي تشيلسي، اسم عالمي الحقيقه، معروف لكل مشجعين العالم. مارينا، مش مارينا الساحل، مارينا دي بتاعت تشيلسي. ففي عز انشغالها بموسم بيع نادي تشيلسي وبموسم الانتقالات والكلام ده كله، الحقيقه كلود ماكليلي بالمناسبه هو المستشار فني لنادي تشيلسي في كره القدم. فلما اتكلمناها على مؤمن زكريا وان احنا عايزين نعمل حاجه لمؤمن زكريا وبعتنا لها الصوره وبتاع وصورته مع ماكليلي، الحقيقه صارعت هذه السيده المحترمه مارينا وطلبت من ماكليلي ان هو يعمل رساله خاصه منه، من ماكليلي هذا النجم الكبير جدا جدا. عشان كده بقول لحضراتكم ان وجود بس اسم مؤمن زكريا دلوقتي في العالم كله هو شيء رائع جدا جدا جدا. رساله خاصه من ماكليلي لمؤمن زكريا. مرحبا مؤمن زكريا، أنا كلود ماكليلي، أود أن أوجه لك هذه الرسالة. الحياة دائما صعبة وتحتاج للكفاح، وأتمنى أن تواصل مواجهة كل المواقف بكل ما تملك من إرادة. أعلم أن عائلتك وأصدقائك ولاعبي كرة القدم يوجهون لك رسائل دعم قوية، وهذه هي رسالتي. كن قوية، وأتمنى أن أراك قريبا في القاهرة. اعتني بنفسك يا صديقي. رسالة من ماكليلي. ماكليلي ده كان واحد من أعظم اللاعبين في العالم في وسط الملعب، حاجة كده جامدة جدا وكبيرة جدا. أتمنى أن هي تكون رسالة جميلة للنجم الكبير كابتن مؤمن زكريا، حاجة كده بسيطة نفرحه بيها ونفرح بيها كل. أتمنى أن هي يعني يتم شيروها المؤمن كتير جدا جدا علشان العالم كله يعرف ان مؤمن زكريا ده بالنسبه لنا هو نجم كبير جدا جدا جدا.